تغطيتنا مستمرة مع حضراتكم ومراسلين بكل محافظات الجمهورية المنتشرين في كل محافظات الجمهورية، وذلك لليوم الثالث والأخير لتغطية صناديق الاقتراع وتوافد المصريين عليها، وذلك في مختلف اللجان الانتخابية. ينضم إلينا مراسلين من الشرقية رامي محمد، وكذلك أيضا من الإسكندرية محمد الخطيب، وكذلك أيضا من البحيرة أحمد الحسيني، والآن ينضم إلينا من البحيرة أحمد الحسيني لكي نتعرف على آخر التطورات الخاصة بتوافد المصريين بكل فئاتهم على صناديق الاقتراع في كل اللجان الانتخابية الموجودة هناك. أحمد، في البداية هل لك أن تطلعنا على المشهد لديك، الصورة لديك حول توافد المصريين؟ نعم ريهام، تحية لك. منذ فتح اللجان في تمام الساعة 9 صباحا بدأ توافد الناخبين، نتحدث عن فئات عمرية مختلفة سواء من كبار السن أو من الشباب أو من الفتيات. إقبال بشكل ملحوظ في اليوم السادس لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024. بعد ظهر اليوم أيضا قامت محافظة البحيرة الدكتورة نهال بلبع بجولة تفقدية في هنا في هذه اللجنة التي أتواجد فيها، ولجنة طبعا 34 هي لجنة عامة هنا في مدرسة جابر الثانوية للغات، أو معاذ ابن جابر الثانوية للغات، وبالتالي اطمأنت على سير العملية الانتخابية في هذه اللجنة. كانت هذه الجولة ضمن مجموعة من الجولات التي قامت بها في شتى مراكز محافظة البحيرة أيضا للاطمئنان على سير العملية الانتخابية. أشير أيضا إلى أن محافظة البحيرة شكلت غرفة عمليات مركزية، هذه الغرفة مرتبطة أيضا بالفيديو كونفرنس مع مجموعة من غرف العمليات في مراكز محافظة البحيرة للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وتذليل أي عقبات أو مشكلات قد تواجه العملية الانتخابية. منذ ساعات الصباح أيضا في اليوم الثالث رصدنا مجموعة من الملاحظات، بداية مساعدة كبار السن وأصحاب الهمم سواء بتوفير الكراسي المتحركة حتى دخولهم إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم. هناك حرص شديد من المواطنين هنا في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة على النزول والمشاركة الانتخابية، يعني الأسر تصطحب بعضها البعض والأصدقاء أيضا ينزلون إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم واختيار رئيس مصر القادم، وبالتالي نحن نتحدث عن عملية تصويتية ميسرة للغاية تعاونت فيها جميع أجهزة الدولة للخروج بهذه الصورة المشرفة من هنا من محافظة البحيرة مدينة دمنهور. بشكرك أحمد الحسيني، وبنتقل إلى محمد الخطيب من محافظة الإسكندرية. بالتأكيد أيضا لديك الجديد حول اليوم الثالث والأخير محمد منذ بداية الصباح وحتى الآن بشأن توافد المصريين بكل فئتهم، طبعا عظيمات مصر وبالشباب والرجال، ويعني حتى النساء كمان بيصطحبن أطفالهن في هذه الملحمة الوطنية في حب مصر من خلال الانتخابات الرئاسية والتصويت في مختلف اللجان الانتخابية لديك في محافظة الإسكندرية. نعم، يعني زميلتي رهامة بعد التحية، بالفعل المشهد الانتخابي في محافظة الإسكندرية هو مشهد في غاية في الجمال. نتحدث عن إقبال يعني كثيف وإقبال في نفس الوقت متنوع، يعني بالفعل كما ذكرتي يعني اليوم يعني من الساعات الأولى منذ افتتاح اللجنة التي أتواجد بها وهي لجنة محمود سامي البارودي نجد عدد كبير من رجال السن ومن السيدات الذين يعانين من يعني أمراض ومن يعني حالة صحية ليست بجيدة، ولكنهم أصروا بالفعل على القدوم والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية الانتخابية. تحدثنا معهم وأكدنا أن يعني مهما كانت الحالة الصحية يعني ليست جيدة، ولكن هناك إصرار على أن نشارك في هذا الاستحقاق الانتخابي الكبير، وعلى المصريين جميعا مهما يعني كانوا في مختلف طوائفهم وشرائحهم الاجتماعية لابد أن يعني يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الكبير. يمكن من الساعات الأولى
السيدات صدرنا المشهد، وبعد ذلك يعني لاحظنا بعدد كبير من الشباب يعني بدأوا يتواجدون بالفعل يعني أمام اللجان الانتخابية والمقررات الانتخابية في محافظة الإسكندرية، وأصروا يعني على حث الجميع من الشباب المشاركين في هذه العملية الانتخابية للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي. كان لدينا أيضا أمس العديد من الفعاليات، ومنها يعني مسيرة لعدد من الأحزاب، وأيضا مسيرة لقطاع التعليم الفني بمحافظة الإسكندرية، والذي يعني قام بتدشين مبادرة انزل شارك لحث المواطنين وتشجيع المواطنين على المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي. يمكن صباح اليوم كان هناك أمطار كثيفة على بعض يعني مناطق محافظة الإسكندرية، وبالفعل قامت المحافظة بالدفع بعدد كبير من السيارات، وقاموا بشفط هذه المياه لعدم حدوث تكدسات وزحام في الشوارع، وهناك أيضا يعني تيسيرات وسهولة مرورية لعدم حدوث تكدسات، ويحدث بعد ذلك يعني صعوبة في انتقال المواطنين من الشوارع إلى اللجان الانتخابية. يعني المشهد الانتخابي في محافظة الإسكندرية بالفعل يسير بشكل منتظم ويسير بشكل مرتب، والجميع ملتزم بكافة القواعد الانتخابية، سواء كان من الناخبين المصريين أو حتى القضاة الذين تواجدوا في مقرهم الانتخابية يعني قبل الساعة التاسعة، وفتحت اللجان أبوابها في 9 صباحا وبدأ توافد الناخبين. وإلى الآن في هذه اللحظة التي أتحدث إليك هي عملية انتخابية منتظمة جدا، والجميع ملتزم في يعني الإدلاء بأصواتهم داخل المقر الانتخابية بكل التزام وكل حيادية وكل أمانة وحرية. بشكرك محمد الخطيب من محافظة الإسكندرية، وبنتقل إلى كريم بابرس من شمال سيناء. يعني كريم، هل لك أن تصف لنا المشهد منذ يعني بداية فتح اللجان الانتخابية لأبوابها وتوافد المصريين؟ يعني الحقيقة سواء كان أحمد الحسيني وكذلك أيضا محمد الخطيب أشاروا إلى انتظام عملية الاقتراع وتوافد المصريين بشكل منتظم جدا، وكذلك أيضا الإشراف القضائي الكامل. ويمكن احنا كمان احنا يعني لما رحنا انتخبنا احنا لمسنا بنفسنا ازاي انه كان في نظام شديد جدا وحسن التعامل مع المواطنين بشكل كبير، والتعاون مع ذوي الهمم ومع كبار السكن بشكل خاص. انقل لنا الصورة لديك في شمال سيناء كريم. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل الأمر فيما يتعلق بالانتظام الخاص بالمواعيد، الانتظام في الإشراف القضائي، لا تختلف الصورة كثيرا عن زملائي الحسيني وخطيب، وربما كما ذكرت أنت أيضا عندما ذهبت للانتخاب في حد ذاته، لا تختلف الصورة هنا تماما عن هذه الأجواء. فمنذ 9 صباحا بالفعل افتتحت اللجان في تمام الساعة التاسعة، واستقبلت المواطنين المتوافدين بشكل عام على معظم اللجان. ربما رصدنا أكثر من مكان في 6 مراكز، نتحدث اليوم من يعني واحدة من اللجان وهي الثانوية العسكرية، ولكن صباحا كنا في مدرسة أو في لجنة أخرى تستقبل الوافدين، وقبلها بقليل كنا في لجنة أخرى، لذلك مررنا بأكثر من لجنة. وبالفعل هذا الانتظام ما زال متواجدا منذ اليوم الأول، تفتح في 9 صباحا وتستمر حتى 9 مساء، إشراف قضائي متكامل في جميع اللجان الفرعية، أيضا وسط لجان معاونة داخل ومعاونين داخل هذه اللجنة، بالإضافة أيضا لأشخاص لتيسير عملية الانتخاب والاقتراع بشكل عام، الإجراءات الخاصة بها من أمام اللجان. يتوافد عدد كبير من المواطنين سواء من الرجال أو السيدات أو الشباب، فهناك جزء من الشباب متواجدين أمام اللجان ييسروا للناخبين عملية الاقتراع عن طريق بطاقة الرقم القومي بمعرفة مكان اللجنة الفرعية الخاصة بهم، بتيسيرهم وتيسير الدخول لهذه اللجنة بمعرفة الرقم الخاص داخل الكشوفات، مما ييسر ويسهل على المواطنين اختيار المرشح المناسب لهم داخل، ثم الإمضاء في المكان المناسب لهم أيضا داخل هذه اللجنة. ثم بعد ذلك أيضا الجزء الخاص بالتأمينات، فالتأمينات متواجدة بالفعل
حول جميع اللجان، بالإضافة لسيارات الإسعاف المتنقلة المتواجدة دائما أمام كل اللجان تحسبا لأيطار. أنا بنفسي هنا قمت بإدلاء بصوتي في لجنة من لجان المغتربين، هناك ست لجان للمغتربين داخل محافظة شمال سيناء، حيث أنا لا أقطن هنا بالطبع، أنا أساسي في محافظة أخرى، لذلك قمت بالإدلاء بصوتي في لجان المغتربين. لا تختلف الصورة تماما، بالفعل دخلت وعرفت أين اللجنة الفرعية الخاصة بي وقمت باختيار المرشح الأنسب لي، ثم بعد ذلك بالطبع وضعت الورقة الخاصة بالاقتراع داخل صندوق الاقتراع ووضعت إصبعي الصغير في الحبر الفسفوري هذا الذي يؤكد على أنني قمت بالإدلاء بصوتي، ثم خرجت بعد ذلك بمنتهى السهولة واليسر، وكان هناك كما ذكرت تيسيرات كبيرة. بشكل عام الانتظام ما زال مستمر، كان منذ قليل هنا في محافظة شمال سيناء مسيرة كبيرة لأهالي وشيوخ وعواقل القبائل هنا في محافظة شمال سيناء للتأكيد على النزول للإدلاء بأصواتهم والتأكيد على أهمية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. كانت هناك يعني جموع كبيرة من الرجال والسيدات والشباب الذين شاركوا في هذه المسيرة للتأكيد على أهمية النزول والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024. بشكرك شكرا جزيلا كريم بابرس من شمال سيناء، وكذلك أيضا أحمد الحسيني من محافظة البحيرة، وجزيل الشكر لمحمد الخطيب من محافظة الإسكندرية. شكرا جزيلا لكم.